نشكر ونقيم مبادرة سماحة السيد مقتدى. هذه الأمور بدأت في الحقيقة بعد 2004 تقريبا، بعد ما هجت الناس وسافرت وتركت بيوتها نتيجة ضعف سلطة القانون يعني الفوضى اللي كانت سائدة من 2004 إلى 2011 تقريبا. هذه التجاوزات، ونحن تحركنا بصراحة، ساعدنا بوقف التزوير أو تخفيف التزويرات والقرارات القضائية التي كانت مستندة على تزويرات معينة، وقفناها من خلال سيد رئيس مجلس القضاء الأعلى. أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات مشددة أنه ما يصير تمليك حكمي مجرد استناد على كذا باعتبار صاحب الملك غير موجود، وعلى كل ساعدنا كثير بهذا الأمر. وهكذا مكتب دولة رئيس الوزراء في حينه أيضا ساعدونا كثير بتخفيف هذه الاغتصابات أسميها، وهذه الأشخاص اللي كانت تغتصب تدعي أنها ملتحقة بفلان جهة وفلان جهة، عندما تراجع الجهة يقول لا هذا ما منا علاقة بي، ولكن في الحقيقة متنمرين ومستقوين بهذه الجهة أو تلك اللي هي بالحكم ولديها سلاح، والمسيحي المهاجر عنده وكيل، والوكيل هنا إما يرشى وإما يهدد. فبالنتيجة يعني أقدر أقول إحنا نشكر ونقيم مبادرة سماحة السيد مقتدى باسترجاع هذه العقارات، يعني بالأكثر من 100 عقار في بغداد تم استرجاعها، وهكذا في البصرة وفي غيرها. ولكن نعم. هذا واجب الدولة والحكومة، ضعف سلطة القانون هو أساس البلاء في البلد، ليس فقط في العقارات، حتى في المواصفات الفنية، في تبليط الشارع، وفي أي مقاولة، والفساد المستشري أساسه كله سلطة القانون، فرض القانون وتنفاذ القانون. هذاك الوقت الكل يصير بخير. وما تفضل به الغبطة البطريرك كلام دقيق، سهل نينوى، بعد التحرير الهجرة لا زالت مستمرة والمعاناة لا زالت مستمرة، وهناك آسف أن أقول من شعبنا هناك شهود زور، يعني يجب أن نكون جديين، أن نكشف الحقيقة وليس أن نجامل الحاكم. وما تفضل به دولة رئيس الوزراء نرحب ونقيم هذا الاتجاه وهو اتجاه الصحيح، لكن نتمنى من الكتل المشكلة للحكومة أن تنطي نفس لدولة رئيس الوزراء حتى يقدر ينفذ القانون وأن لا تستمر الضغوطات عليه.